ايه الحاجة اللي دورتي عليها في كل جوازاتك ما لقيتيهاش؟ حب الرقص. حب الرقص؟ كلهم بيكرهوا الرقص ما شاء الله، ما عدا سامح البكور. في الآخر بنتطلق بسبب الرقص، مش بسبب أي حاجة تانية. هو في البداية بيبقى منطلق أو حاسس إن هو هيقدر يخليني أسيب الرقص، فبيفضل يحاول، فبيلاقي قدامه خشبة، بيتخيل إنه هيغيرك بعد كده. لا، خشبة بقى، الدماغ الخشب والوش الخشب، وأغلبهم بنتطلق في الآخر، يانا يا الرأس، لا الرأس. عشان كده سامح الباجوري هو الوحيد اللي خلفتي منه؟ عشان كنت مقتنع، كنت مقتنع أن هو كمان أب كويس. ما أنت بتختاري لابنك طبعاً، يعني أنت لما بتيجي تتجوزي علشان تخلفي، ده موضوع مختلف عن أنك تتجوزي عشان تهاف فن أو تنبسطي في حياتك، أو يبقى عندك مثلاً كومباني، أو يبقى عندك حاجة مسلياكي وحضناكي. يعني النهاردة مثلاً أنا لو اتجوزت مش هتجوز عشان أخلف، هتجوز علشان محتاجة ونيس، أنس في البيت.